نصيحه لاي بنت كتشوف هاد لا فيديو، غنصحك واحد النصيحه ما غاديش يقولها لك باك. علاش؟ لحقاش باك غادي يحشم باش يدوي معاك في هاد الموضوع. بغيتك تركزي في قرايتك وتنساي شي حاجه سميتها تصاحب. تصاحب واحد الحاجه ما كايناش. علاش؟ لحقاش في نهايه اي علاقه راك انت اللي كتكوني خاسره ماشي هو. هو ممكن تمشي وتجيب ليه مو بنت الناس اللي تكمل مع حياته ويعيش بخير، ولكن المصير ديالك انت هو المشكل. انت هاد ولد الناس اللي غادي يجي يخطف فيك راه اول حاجه غادي يدير هي غيسول عليكم من بعيد. وكوني متيقنه مليون في المئه ان اول حاجه غادي يقولوا ليه الناس هي راه كان طيح مع فلان، راه كان كيوصلها مع فلان، راه كان كيركبها فلان. خليك اختي نقيه، المجتمع ما كيرحمش. وعلاش قلت لك ركزي في قرايتك؟ لحقاش حتى داك ولد الناس اللي غادي يجي يديك راه الا عرفك ما قارياش وما واعياش ما غاديش يحترمك وما غاديش يقدرك. الوقت باغي القرايه والمعقول. ما يغركش اختي هذوك اللي كيديروا سيلفيات في الرونج نار الحد، راه والله ما مرتاحات، راه والله حتى كيشوفوا العذاب، راه والله حتى كيتستعملوا كيتلاحوا بحال كنينكس. انا عارف هذا الكلام ثقيل ولكن هذا هو الواقع. نتمنى الميساج يكون وصل.